والاحترام قوي. نتمنى ان انتوا تزورونا عشان تعرفوا ان في محافظه الوادي الجديد فيها اكتر من 120 اثر، واحنا للاسف ما كناش نعرف ان الوادي الجديد هي مدينه اثريه. اكثر من مقبرتين كانوا اكتشفوا في مقابر، صح كده؟ فانا عايز اقول ايه، اذا كانت الاثار العظيمه عندنا دي 120 اثر، وانا طلبت السيد وزير السياحه وهو وعدني في اخر مؤتمر المحافظين ان ستدرج المحافظه على الخريطه السياحيه للمدن، يعني لما نتكلم نقول عندنا اثار مدن سياحيه في الاقصر والوادي واسوان، نقول في جميع الصفحات الصحفيه وجميع وسائل الاعلام المقروء والمسموع المرئي ان محافظه الوادي الجديد مدينه سياحيه او بقاصه سياحيه فيها 120 اثر، سواء فرعوني فرعوني او روماني او كده. وبالتالي يبقى بالتالي احنا بنروج السياحه، عشان بدل ما يبقى الزائرين السياح لما اشوف تصريحات المسؤولين كبار المسؤولين في الدوله وكلنا كشعب الكامل المصري ان احنا عندنا اثار، يبقى السياحه الداخليه تتم، السياحه الخارجيه تتم، يبقى بدل ما بنبقى نعتمد على مدينتين زي الاقصر واسوان او محافظتين، لا يبقى في محافظه ثالثه. لكن احنا ما نقولش ايه اهو ده اللي العالم عارفه، طب ما احنا نلقي الاعلام عشان نقول ان عندنا محافظه اثريه بقى اثار عظيمه جدا من قدم التاريخ واثار ما قبل التاريخ موجوده عندنا، فده شيء عظيم جدا جدا. النقطه الثانيه، طبعا الحمد لله في امان بنسبه 100% في الوادي الجديد، انا بفخر فيه ودايما بتشرف بيه. فانا عايز اقول رساله لكل المصريين، رساله للسياح الاجانب، ان هذه المدينه مدينه امنه جدا، مناخها طيب ولا يوجد فيه تلوث نهائيا، لا يوجد مداخن مصانع ولا يوجد تلوث في الوادي. فاعتقد ان السياحه البيئيه والسياحه العلاجيه والسياحه الاستشفائيه وممكن سياحه المؤتمرات وممكن يبقى في عندنا مباريات رياضيه لبعض الفرق الفريق القومي او الفرق الدوري اذا كان مستضيف في العالم. يعني عندنا محافظه واعده ووليده وممكن تبقى تعمل كل حاجه زي ما قال الساده الوزراء اللي شرفوني قبل كده، الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور محمد ريم وزير الاثار، والدكتور محمد شادي وزير التموين، والدكتور والمهندس خالد وزير الشباب، والدكتور محمد طلب وزير الري زارنا مرتين، والسيد وزير الطيران برضه المهندس عبد العزيز فاضل. يعني جالنا زيارات كل واحد، المستشاره تهاني الجبال لما زارتنا، كل الناس اللي زارونا لما شافوا الوادي قالوا ان شاء الله. السيد طبعا الدكتوره مها الرباط بلغتني من امبارح بالليل وانا طلبت سيادتها يعني انها تزورنا الخميس الجاي اللي بعده زي بكره ان شاء الله، او يعني يوم بعد حوالي 9 ايام، عشان نشوف المشاكل الصحيه اللي في مستشفى الخارجي العام، وان احنا عندنا 58 وحده صحيه قرويه على 800 كيلو، مش قريه مثلا لازقه في قريه على 850 كيلو ما فيهاش اطباء. يبقى احنا بالتالي احنا بنعمل ايه؟ يبقى احنا لازم نبص نرتقي بالحالة الصحية. فأنا طلبت وقلت لها هذه الموضوعات، فبإذن الله حضرتها هتشرف بإذن الله الخميس الجاي. أنا برضو بوجه كل التحية والتقدير لكل السادة مواطني الوادي الجديد، اللي هناك تلاحم قوي وأنا بأسعد وبتشرف بيهم تماما. تحياتي للإذاعة